جدا يا جماعه على التاخير، هو زمانه على وصول. ولا يهمك يا ست الكل، على راحته. ادعوا له يا جماعه ربنا يسوق بالسلامه يا رب. طيب محدش يحب يشرب حاجه تاني؟ لا تمام، شربنا خلاص. طب اجيب تشيز كيك، ده لسه عاملاها امبارح بالليل. لا والله يا فاطمه، كلنا واكلين تشيز كيك مع بعض قبل ما نيجي على طول، ما تشغليش بالك انت. طيب حضرتك ما شربتش حاجه، اجيب لك نسكافيه؟ لا لا شكرا شكرا. لا انا اجيب لك نسكافيه وهجيب التشيز كيك بالمره يا جماعه. والله العظيم كمال عنده حق، رحم نفسه من القعده الذل اللي احنا قاعدينها دي. والله عندك حق، بس الراجل ده ما عندوش دم يا اخي، ده رمة قوي. لما اقولكش كده والله ما نتكلم في المصلحه هيعمل فينا ايه. والله العظيم ثلاثة نهاين عليا، أول ما أشوفه أقوم ضربه ولسعه على قفاه حتة قفاه. لا 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 بالراحة خالص، هو أساسا قاصد يعمل كده عشان يستفزكم، إحنا بقى نعمل إيه؟ ولا حاجة، عادي خالص. يعني إيه عادي خالص؟ يعني عادي. أهو سلام. أنا آسف جدا يا جماعة على التأخير. أهلا يا إيهاب. أنا كنت فاكر كمان إن أنتوا هتتأخروا. الحمد لله على السلامة يا كابتن مصر. المدرب بتاعي في الجيم هو اللي أخرني. أنا شفت على اللي بيقول لك إن الكورنيش كان واقف. الكورنيش كان واقف أه. لا معلش حصل خير. المهم الحمد لله على سلامتك من الجيم. هاني جوزي. إيهاب ابن عمي. أهلاً وسهلاً. أهلاً وسهلاً. طب ايه يا كوتش، مش تقوم كده تتشطف من الجيم عشان نتكلم كلمتين على نظافة؟ انا اتشطفت في الجيم يا كوتش. امال فين بقيه الناس؟ عندهم ظروف، وبعدين ما احنا كلنا واحد، ولا احنا مش عاجبينك ولا ايه؟ اهلا وسهلا، منورين الدنيا. طب ايه؟ ايه الكلام عندكم انتوا؟ متهيألي بقى مرات عمي حكت لكم على كل التفاصيل. اه فعلا، هي حكت لنا على كل حاجة، وحكت لنا على الظروف اللي اتكتبت فيها الورقة، وحكت لنا كمان إن أبويا ما كانش قاصد يبيع. وقالت لنا إن عمي حسن عارف الموضوع ده. عمكم حسن راجل طيب، وعلى فكرة بيحبكم قوي. مبروك ليوسف على الخطوبة، أنا شفت الصور بتاعته. شفتها فين بقى إن شاء الله؟ دي بنت حلمي عنان، يعني الصور نازلة في جميع مجلات المجتمع. فاطمة بتحب تتابع الحاجات دي. هو ده النسب اللي شرف بصحيح. الله يبارك له. مش تخلينا في موضوعنا بقى. ما احنا في موضوعنا اهو. انا عايز افهم منكم بقى، يعني ايه عم الله يرحمه ما كانش قاصد يبيع؟ لا ما انا متهيألي برضو ان عمي حسن حكى لك وقال لك ولا ما قالكش. ابويا قال لي ان عم ابراهيم ما سددش الفلوس اللي هو استلفها منه، واللي على اساسه كتب ورقه المبايعه. طيب تبقى محلوله يا ابن الناس. ولاد ابراهيم المندوه موجودين اهمت، وعندهم استعداد يرجعوا لك اللي ابوهم استلفوا من ابوك وبحق ربنا. اللي هو بقى ازاي حق ربنا ده؟ بص يا ايهاب، انا حسبتها بسعر جرام الذهب وقتها ودلوقتي. ايوه بس جرام الذهب عالي قوي قوي قوي. لا ما هو احنا حسبناها بالسعر الجديد. وقتها كان الذهب عامل حوالي 10,000، ودلوقتي نفس كميه الذهب دي عامله حوالي 3 مليون. على فكرة يا جماعة، فاطمة بتعمل تشيز كيك هايل مش معقول. لطيفة، اديني طريقتها بليز يا بطة. حاضر. ها قلت ايه يا ايهاب؟ كويسين التلاتة مليون ولا تحب نخليهم أربعة عشان القرابة والعشم؟ على فكرة أنت كده هتخليني أسكت، عشان أنت مستعد إن أنت تزود، وأنا بقى عندي فضول كبير قوي أعرف أنت هتوصل لكام. بص بقى يا دكتور، ما تاخذنيش يعني، طريقتك دي مش ولا بد. واضح كمان إنك سائل محامي وعارف اللي فيها كويس، وعارف ومتأكد إن الورقة اللي معاك ملهاش أي عزا قدام المحكمة. يعني ممكن تبلها وتشرب ميتها. بس إحنا قلنا بقى نيجي ونقعد معاك ونتفاهم بحق القرابة والعشرة اللي أنت مش مستعملهم من ساعة ما قعدت. يا تجيب معانا من الاخر، يا اما هناخد بعضنا وهنقوم، وساعتها مفيش اي حد هيطول اي حاجه. يعني افهم من كده السبب اللي خلاكوا تيجوا هنا هو العشم والقرابه وبس.
مفيش حاجة قلقاكوا خالص؟ لا يا إيهاب مش قلقانين، وحتى لو كنا قلقانين احنا عايزين ننجز، مش عايزين نطول في المحاكم. اسمعوا بقى الكلام اللي عندي، انتوا عرضتوا 4 مليون جنيه، وده مبلغ معقول قوي. انا كنت ممكن اقبل بيه لو مش متأكد ان الارض دي من حقي، او بقى من الناس اللي بترضى بقليلها وبتحبش تغامر. بس حظكم وحش قوي قوي قوي، علشان قرايتكم وقعت معايا، وانا متأكد ان ده من حقنا، وعندي استعداد اغامر بالاربعة مليون جنيه عشان اوصل لاخر المشوار واخد كل مليم من حقي. اسمعوا بقى الكلام المظبوط والصح دلوقتي ونعدل الترابيزة. انتوا عرضتوا 4 مليون جنيه، انا بقى بعرض عليكم تاخدوا قيمة العربون كله حلال عليكم، يعني ده اكتر من 4 مليون جنيه. شفتوا بقى انا كريم قد ايه؟ ومقدر تمن القرابة والعشب والصحوبية اكتر منكم ازاي؟ يعني انت عايز تسيب لهم العربون وتلهف انت بقية 300 مليون؟ انت مين؟ ده هاني جوزي. انا قلت لك في اول القعدة، بس الظاهر ان انت بقيت تنسى كتير الفترة دي. جوزك، خليك في حالك، انا كلامي مع اولاد عمي وبس. لا يا حبيبي، ما هو بنت عمك مفاوضه جوزها عشان يجيب لها حقها من اللي عايز يلهفه. امسكي دي. لا لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. حيوان. الو، يا حاج خالد، ازيك؟ انت كويس؟ مبلغ نسايبك ان مشوار المحاكم بدأ. ايهاب ابن عمهم رفع عليهم قضيه، والجلسه يوم 18، يعني بقى 10 ايام. بس في حاجه عوقه كده في الموضوع. المحامي بتاعه حسام السنهوري، الراجل ده برجل ايه؟ كوريكت قوي، ماشي في السليم دايما، عمره ما خسر قضيه. بيمشي ازاي كده؟ معرفش، ولا عمره وسخ. بص يا شاكر يا دروان، شكلك كده هتنخ من اولها. لو مش قادر تشيل يا معلم قول، واحنا نجيب متر تاني يشيل. وخليك انت بقى في جو السمسره، واتوفق لك رزين في الحلال وترزق. اقسم بالله خالد يا مخلوف، حد غيرك كنت حبسته ومسحت نمرته من عندي ورميت ورقه من الشباك. ده قفل. قفش عليك ولا ايه؟ مشغليش بالك، هبقى اكلمه بعدين. الواد اللي اسمه ايهاب ده شكله كده مش هينخ بسهوله. ده واد رزق الرزاله، يعني ولاد صفية السته في اخد وعطى معاهم، انما الواد ده واخد الموضوع على صدره قوي، يعني ياخد كل حاجه يتربعها على الكل. انا عارفه العيال الواطيه دي، ما تحسش بنفسها وبشخصيتها كده غير لما تجر شكل للناس. خليه بقى يقعد يجر الشكل ويقابل مني بقى. يقابل؟ الله، انت مالك محموه اكتر من اصحاب الارض كده ليه؟ ما هي حاجه تفرس، يعني واحد بطول واقف قدام 6 اخوات عمال ينازعهم في حقهم، يرضي مين ده وفي شارع مين؟ ده حقانيه. الاستاذ خليل بعت لك دول يا حاج. هو فين خليل؟ ما قالكش راح فين؟ هو لسه في البنك بيخلص شويه حاجات، بس قال لي ان حضرتك مستعجل على دول. طب روح روح، يلا روح. حاضر يا ريس. استاذ خليل جاي لك. خلينا في المهم، خلينا في المهم. الحمقه دي بقى عشان الشرع والحق ولا عشان مصلحتك لفقت مع مصلحه العيال؟ الاتنين يا روح خالتك.
خلينا بس نشوف القضية دي هتمشي ازاي وأول جلسة هيحصل فيها ايه، ولو حصل عوق سيبلي بقى أنا الموضوع ده هطربقها على دماغه، لا السنوري هينفعه ولا اللي تخمنه. ما تقلقيش هتخلص إن شاء الله من أول جلسة، اهدي بس. ماشي 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 اهدي. مش انتي قلتي إن انتي عايزة 150,000؟ أنا يا ستي اهدي. في ايه؟ هات هات. في ايه؟ عايزة الفلوس كلها. هات يا شريكي يا حبيبي. شريكي يا حبيبي. يا اخويا استاذ خليل بعت لك دول هتخبى فيك وفي خليل في يوم واحد. محكمه؟ هي حصلت محكمه؟ هتعدي هتعدي ان شاء الله. ما هو بيت عمي ده ما بيجيناش من وراه غير المشاكل. حاج امك عامله ايه دلوقتي؟ دي تلاقيها ولدها مقهوره من اللي انت بتعملوه ببعض ده. ماما، ما هي ماما السبب في كل اللي بيحصل ده. لو كانت افتكرت كنا سوينا موضوع الورقة قبل ما يعرفوا تمن الأرض الحقيقي. اللي انت بتقوليه ده يا حنين، لا يا بنت عيب كده ما يصحش. ازاي تقول على امك كده؟ يعني ايه ماما هي السبب في كل اللي وصلت طوله ده؟ ده كل شيء اسمه نصيب، ومش هيصيبكوا غير نصيبكوا، وربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيقسم الأرزاق. ونعم بالله يا عمي، لك حق طبعا تقول كده، بس لو انت مكاننا كنت حسيت بالقهر اللي احنا عايشين فيه. طبعا ما انت وماما وعمي خلاص عشتوا حياتكم، لكن احنا بقى كل واحد فينا رتب حياته على الفلوس دي وعلى جثتي، على جثتي ان الفلوس دي تضيع مني. انا الكلام ده مش هياكل معايا. ما هو برضه مش هياكل مع ابن عمك، وهتلاقيه بيقول نفس الكلام وبنفس الطريقه ومقهور زيك ويمكن اكتر على الفلوس. طب ايه الحل بقى؟ يفضلوا الصغيرين ياكلوا ببعض وينهشوا في لحم بعض كده، والكبار يقعدوا يتفرجوا عليهم وهم ساكتين، ولا يكلموهم ويوعوهم ويفهموهم؟ يمكن ربنا يهديكم وتعالوا. ليها حلول كتير قوي قوي يا عمي. المحكمه حل، وفي حلول تانية. أنا مش هسيب حق يا عمي، مش هسيبه. حول ولا قوة إلا بالله. حنان، ما تنسيش ميعاد النهاردة. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. يلا بسرعة على تيتا. ازيك ازيك يا شقية، وحشتينا. وانتوا خالص خالص، ده انا بعيط عايزه اشوفكم. زيك ازيك؟ عاملين ايه؟ الحمد لله. عاملين ايه في الدراسة؟ الحمد لله. يا سلام جبتي نجمة. ايوه اهلا اهلا. معلش يا ام هنرخم عليكم شوية، الاولاد خدوا اجازة نص السنة قلنا نيجي نقضيها معاكم. يا سلام، يا ريت ترخموا علينا طول العمر، بس على الله بقى ما تزهقوش وتقول الناموس كخه. طب انا هعمل معاك اتفاق، هنبقى اصحاب اليومين دول، تمام؟ ونكره يا حبيبتي خلاص. وانت روح، مش هتمشي من هنا الا وانت واخد ابوك معاك في المحكمه، احسن من ساعه ما عرف ان في جلسه اتحددت وهو كل يوم طالع لي في مطلعه جديد، ينام ويقوم حلمت باخويا ابراهيم في الحلم طالع زعلان مني. ما تلاقيش يما، انا جاي اصلا عشان الموضوع ده. ابويا فين؟ فوق اوضته جوه، خش. حاضر. عملت ايه في المدرسة؟ الحمد لله.
أيوة يا منير، معاكي نمرة إيهاب؟ عاوزاه. ملكيش دعوة يا منير، هاتيلي النمرة وخلاص. وبقولك إيه، بطلي داقي الفتنة اللي فيكي ده وما تلقيش لحد إن أنا طلبت النمرة. لما تجيبيها كلميني. ده زي الفل يا حاج، ما فيكش أي حاجة. قوم يا حاج. أنت بتدلع. ده فيتامين. أنت واهم نفسك يا حاج. يوهم نفسه إيه بس؟ دي رجله كانت شادة عليه امبارح. لا رجله ولا إيده. أنا عارف إيه اللي تعبك يا حاج. على آخر الزمن أجرجر ولاد إبراهيم أخويا على المحكمة؟ ولاد إبراهيم أخوك اتهجموا عليا ببيتي. تعرف أن يوسف خطبه هيتجوز؟ لا معرفش ومش عاوز أعرف. لا لازم تعرفي. خطب بنت حلم عنان، أكيد سمعت عنه. راجل تقيل زي ده، تفتكري هيدي بنت يوسف ليه؟ أكيد قال إن هو هيبقى مليونير. ما يهمنيش يا إيهاب. بس أنا بقى يهمني. يا ساتر، ده أنت حقنة. بتبصيلي كده ليه؟ فاكر إن أنا مش عارف الهرية اللي أنت فيها دي سببها إيه؟ كل ده عشان حنان بنت عمك رفضتك لما سألت لها زمان؟ معلش يا حاج، أنا هغسل وشي من تراب المشوار وعايزك تفوق كده علشان نقضي يوم جميل مع بعضينا زي زمان. يا عيني احنا لازم نتحرك بسرعة، لازم نشتري شقة في أي حتة. إيجار الشقة اللي احنا فيها دي هيخلص كمان شهرين، وفلوس الأرض شكلها هتتأخر، وانت عمال تصرف فلوس العربون على المشروع بتاعك. يعني احنا لو ما اشتريناش شقة دلوقتي مش هنعرف نشتري اصلا. وحلاقيك بقى جاي بتقولي معلش يا حبيبتي، اصل احنا لازم نرجع نعيش مع ماما، نسيبنا كده. يا حبيب قلبي، اسمه المشروع بتاعنا مش المشروع بتاعك. احنا مش في اسمه ايه دلوقتي يا هاني؟ انت عارف كويس قوي ان انا استحالة هرجع اعيش مع امك واخواتك تاني. كفاية اللي عملوه فيا قوي لحد كده بقى. وبعدين طز في اي مشروع على فكره ما دام مفيش بيت يجمعنا انا وانت لوحدنا. عارف والله يا داليا، عارف كل حاجه بتدور في دماغك، بس الحاجات دي ما بيجيش قفشه حبيبتي. وبعدين المعرض بيصرف كتير والاسعار كل مدى بتزيد. يعني هي الاسعار بتزيد عند المعرض بس، لكن الشقق ما بتزيدش. هاني انا ما بطلبش منك كتير، انا كل اللي انا عايزاه بس شقه واوضه وصاله مش اكتر من كده، مع ان انا مش المفروض اطلب اصلا. قصدك ايه يعني داليا؟ ما قصدش حاجة يا هاني. ماشي يا دنيا، إن شاء الله كل حاجة هتشتغل مع بعضها في نفس الوقت. هو ده اللي أنا عايزاه يا هاني. أنا عايزاك زي ما أنت كده نازل تشتري بضاعة للمعرض تدور على شقة، أو حتى خلي أي سمسار يوريك شقق عشان أحس بجد إن كل حاجة ماشية مع بعضها يا هاني. حاضر. مبسوطة؟ دي أهم حاجة. يا جامد أنت يا جامد. أنا شلت لك حاجتك في الدولاب اللي هنا ده. المية نازلة تلج يا فاطمة. هو السخان مش شغال ولا إيه؟ لا مش شغال. نسيت الشاحن على الكومودينو. بقول لك ايه، مفيش حد عنده تليفونات زي بتاعتنا هنا؟ لا. انت ما بتردش ليه؟ ده الدكتور رفعت اكيد هيسالني على حاله انا كنت بتابعها يعني. طب ما ترد، مش يمكن حاله خطر؟ لا مش عايز ارد. بقول لك يا فاطمه، انا هنزل اقعد مع امي. طب بقول لك ايه، لازم تجيب لي شاحن. ايوه حنان. ايهاب لو سمحت انا عايزه اشوفك. طب انت ليه ما جيتيش مع اخواتك الاسبوع اللي فات؟ ينفع نتقابل النهارده؟ علشان ايه؟ كل اللي عندي انا قلته خلاص. عاوز اتكلم معاك، ممكن؟
ممكن طبعا. تحب نتقابل فين؟ فاطمة أنا هنزل مصر، عاوزة حاجة من البيت غير الشحن؟ أنت هتنزل مصر عشان تجيب الشحن؟ لا طبعا، الدكتور رفع بيعمل عملية خطيرة جدا، أنا عملت زيها وهو عاوزني معاه. ده في مستشفى بابا؟ لا في مستشفى الجامعة. طب هو مفيش دكتور غيرك؟ ده احنا لسه واصلين. في يا فاطمة؟ قلت لي رد على التليفون، رديت. الدكتور رفع بيعمل عملية خطيرة، أعمل إيه؟ أنا هغير هدومي. والله حضرتك امبارح كان عندي ميعاد عشان المكسر الجديد اللي كنت هجيبه للاستوديو، بس للاسف الميعاد اتاجل. انت اللي اجلته ولا هم اللي اجلوه؟ اجلوا خلاص يا بابي، هتفرق في ايه؟ لا حضرتك انا اللي اجلت الميعاد، حسيت اني مش مستعد دلوقتي لاي التزامات ماديه كبيره، وخصوصا ان اكيد يعني حضرتك عارف مشكله الارض اللي جدت. اكتر حاجه بحبها فيك يا يوسف انك انت بتجيب من الاخر من غير لف ودوران. وانت شايف بقى اللي جاي عامل ازاي بخصوص الارض يعني؟ اكيد. لا والله حضرتك انا ماليش ان انا اشوف، في قاضي هو مسؤول عن القضيه، هو اللي يشوف براحته. ولو القاضي شاف ان الحق مع عمكم مش معاكم، هتقدر تكمل؟ تكمل ايه بابي بالظبط؟ مشروع الاستوديو، هتقدر تكمل؟ والله في محامي مسؤول عن القضيه وهو مطمنا، وبقول ان شاء الله ان هي تكمل على خير، ما تقلقش حضرتك. طب يا اولاد انا هطلع اريح شويه عشان عندي ميعاد مهم جدا بالليل، عايز اروح فايق. عن اذنك يا يوسف. عرفت بقى انا ليه اصلا ما بقتش احب اجي هنا؟ على فكره بابي بجد عنده ميتنج بالليل وانا مش من امبارح خالص. ده بس اللي خدت بالك منه؟ ما شفتيش طريقه حواره معايا عامله ازاي؟ يوسف اي حاجه بابي يقوله دخلها من هنا وطلعها من الودن الثانيه. احنا خلاص مكملين مع بعض مهما كان اللي هيحصل بقى، حتى لو الفلوس دي ما جاتش. في حفله خطوبه اتعملت بابي عزم فيها كل اصحابه، يعني هيكون منظره زي الزفت لو رجع في كلامه. هيكون منظره كأنه كان بيبيعني ليك عشان فلوسك. طيب انت فاهمه معنى كلامك؟ معنى كده ان هو هيجوزني ليكي غصب عنه. طب وماله؟ ماله؟ هو كان غصب عني انا؟ يلا بس يلا. يلا فين يا حبيبتي؟ يلا ننزل، يلا نعمل اي حاجه يا يوسف. لسه مواعيدك مظبوطة. ازيك؟ الحمد لله. اتفضلي. تحبي تشربي ايه؟ قهوة على الريحة. مترو. قهوة على الريحة من فضلك. حنان عاوزة تتكلمي معايا في ايه؟ ايه الجديد اللي عندك اللي اخواتك ما قالوهوش؟ متهيألي كل حاجة اتقالت لحد ما وصلنا للخناق والضرب. انت واخواتي ما اتكلمتوش في اهم حاجة، الحاجة اللي مخلياك معاند مش عايز تتفاهم معاهم. سيبك بقى من الكلام على الورقة والمبايعة وحقي وحقكم. أنا لو ما كنتش رفضتك زمان كنت ممكن تقعد وتتفاهم وتتكلم. أنا جاية النهاردة عشان أعتذر لك. أنا أسفة. أسفة لو زمان كنت جرحتك. بس ما تخليش حاجة حصلت بين اتنين عيال في الجامعة توصلنا لخناقة من النوع ده. انت ليه رفضتيني زمان؟ هو انت ليه مصر تفتح اللي فات؟
وليلى يا حنان، ليلى انت اللي فتحتي سيره، وانا من حقي اعرف اجابه السؤال ده. اللي ما كانش عندي لقيتيه في الراجل اللي انت اتجوزتيه. اوعي بقى تقولي ان احنا اخوات زي ما قلتي. انا عايز اعرف ايه السبب الحقيقي. احنا كان في بينا حاجه، حكايه مش قاعده ولا اتنين. احنا كنا ايام الجامعه تقريبا كل يوم مع بعض لمده سنه كامله. لما جيت اتقدم لك قلت لي ان احنا اخوات. ما كانش حب، ما كنتش بحبك يا إيهاب. هكلمك بمنتهى الصراحة، احنا فعلا كنا قريبين من بعض في الجامعة جدا. كنت بحاول اقنع نفسي ان انا بحبك لغاية ما ظهر دياب وحبيته غصب عني. حبيته، كنت عايز نعمل ايه؟ ها؟ اتجوزكم انتوا الاتنين؟ اتجوز اللي شك ان انا بحبه واللي بحبه فعلا؟ ليه ما قلتش الكلام ده وقتها؟ ليه؟ لانك ما كنتش هتفهم ولا هتقدر ساعتها. وانا قصدت ان علاقتي تفضل سنتين في السر مع دياب عشان ما اجرحكش، عشان ما تقولش سابتني وارتبطت بواحد تاني. وقلت خلاص هنبقى اخوات، بس انت ما قدرتش تنسى، ما عرفتش تنسى. مع انه عادي، والله العظيم عادي، بتحصل. وبعدين ما انت كمان حياتك ما وقفتش عليا، اتجوزت وبقيت دكتور مهم، ومراتك ست كويسه ويمكن كمان احسن مني، وعندك ولاد ربنا يخليهم لك. يبقى ليه بقى؟ ليه ما نبقاش اخوات؟ ليه نعمل في بعض كده؟ ليه؟ اشتريتيني يا حنان، سجدتيني. ايوه سجدتيني. من فضلك اتكلم معايا كويس زي ما بتكلم معاك. تطلعي من جوزك ونتجوز، وساعتها بقى انا هتنازل عن القضيه. صعب قوي مش كده؟ كلام مش منطقي. انت حاسه دلوقتي انت مش مصدقه نفسك، مش قادرة تنطقي ولا كلمة، وشايفاني وقح ومجنون ومعنديش دم، مش كده؟ هو ده نفس الإحساس لما كان بيجيلي حد من عندكم يطلب مني اتنازل عن حقي. هو ده نفس الإحساس اللي انت حاساه دلوقتي، صح؟ بعد إذنك.